الطلاب الثالث متوسط، عندنا اليوم محاضرة جديدة بكتابنا سنة 2024، المنهج الجديد يونت 6. اليوم ما راح أنطيك بس لسن 2، راح أشرح لك بهاي المحاضرة، أدمج بصراحة مو أشرح لسن 2 و 3 سوا. ليش؟ لأن لسن 2 بيشرح بتمرين مهم وهو قصير، لسن 3 بس راح أقول لك إنه هاي الأشياء شفوية، أعطيك فكرة عنها وأقول لك شفوية، يعني ما عندنا شيء مطلوب منه نكتبه بامتحان غير بس معانية. فما خليته بدرس واحدة فيديو واحدة، راح أخليهم اثنينهم بفيديو واحد، يعني محاضرة اليوم لسن 2 ولسن 3 من يونت 6. نبدي هسه نشرح بلسن 2 اللي كاريرز أدفايس، كارير المهنة، أدفايس نصيحة، إذا النصائح لمهن المستقبل، ورح نتكلم عن الفيوتشر المستقبل، يعني فتشي بعدنا ما مسوي نريد نسوي، هاي نوع، وكو نوع إنه إحنا متوقعين هذا الشيء يحدث. فخلي ببالك أكو طريقتين تستخدمها للتعبير عن الفيوتشر. شوف عنوان الدرس مالتنا كاريرز أدفايس، نصائح لمهن المستقبل. أول ما نشوف كتابنا دا يقول هنا be going to زائد infinitive، يعني البي معناها تستخدم is أو are أو am، زائد going to زائد فعل مجرد، هذا المكتوب بكتابك. زين إيش وقت تستخدم ال going to؟ راح نحكي. النوع الثاني استخدم will زائد مصدر مجرد للتعبير عن المستقبل. الحقيقة طلاب احنا نستخدم الـ going to لما نحكي على شيء احنا مخططين للقيام به، يعني بمعنى فتشي اقول اريد اسوي فلان شيء. I'm going to go to university، يعني اريد اروح للكلية، انا اقرأ حتى اروح للكلية. اكو لعبة باكر العصر تقول I'm going to watch the match the football match، يعني اريد اشوفها للعبة. لكن من تتكلم عن شيء رح يحدث بالوقت الفلاني أو أنت متوقع حدوثه احتمالية، رح تستخدم will. والwill ما يفرق لها أي فاعل تجي will، إذا مثبتة will، إذا منفية will not won't، يعني وبكل الأحوال وراها مصدر مجرد. بينما going to is أو are أو am حسب الفاعل القبلها، وهذا شيء أنتوا تعرفوه زين، الآي تأخذ am وغيرها رح نحكيها هسا. إذن المثال اللي قدامك I'm going to leave school as soon as I'm 16، يعني أني أريد أترك المدرسة من أصير 16 سنة. وهي الفكرة موجودة عندهم أنه من يكمل دراسة معينة يقدر يشتغل، مو إلا يكمل دراسة جامعية. فإذا هو مخطط أنه يترك المدرسة ما يكمل دراسة. هنا you will only get pocket money if you stay at home. if بمضارع will بمصدر، إذا احتمالية. إذا هنا دا يقول له إذا تبقى إذا stay at school، إذا تبقى بالمدرسة وتكون طالب وتدرس راح تقدر تستلم pocket money، يعني مصروف جيب. فهنا راح نقول you will only get pocket money if you stay at school. القاعدة الأولى تقول استخدم will، تبقى هنا استخدم will فاعل زائد will، وإذا منفية قول won't اللي بمعنى will not، فاعل زائد will زائد مصدر مجرد. هاي ايش وقت؟ دورات يحط لك ساعة حدوث الفعل، دورات مجرد يحدد موعد بالمستقبل على شيء راح يصير بهذا الوقت أو احتمال يحدث. أما بالنسبة شوف هسا المثال you will get your pocket money، خذت مثال الكتاب on Friday يوم الجمعة تستلم مصروفك، مصروف جيبك. بينما إذا أريد أقول أنه أنا مخطط أنه أريد أسوي فلان شيء، ايش راح تستخدم؟ هتستخدم going to. going to ما تجي وحدها، وترى دير بالك هاي going to مو معناها يذهب، هاي معناها سوف، وراها يجي الفعل الرئيسي اللي قد يكون go. ممكن أقول I'm going to go to Egypt this summer، أروح لمصر هذا الصيف، بمعنى إنه الـ going to ما له علاقة بالفعل اللي وراها شنو، بس هي معناها سوف، وتجي ما تجي وحدها إلا قبلها لو is لو are لو am.
حسب الفاعل. فهنا قلنا I am going to go، ومتقصدة نضيت هذا المثال حتى تميز بين going to بمعناها سوف والgo اللي معناها يذهب. I'm going to go to university. لاحظ كيف نتحدث عن المستقبل. للحديث طبعا هاي ملزمتك، للحديث عن المستقبل هناك عدة طرق. أولا للتعبير عن شيء قررته أو خططت له مسبقا، يعني شيء مخطط له داريد أسويه. طريقة is are am going to زائد فعل مجرد، will going to معناها سوف. مثلا I'm going to be a vet، يعني أنا أريد أصير طبيب بيطري، بمعنى I want to be أو I decide to be a vet، يعني أنا مقرر أنا رايد هذا الشيء. I like reading books، لأن أحب القراءة. I am going to be a librarian، أريد أن أكون أمين مكتبة. I like flying، أنا أحب الطيران. I am going to be a pilot، أريد أن أكون طيار. فعنده يهيئ لك ليخليك تعرف ليش ده تقول going to، نعطيك سبب لي قدام. لكن شوفوا وياي للتعبير عن شيء تتنبأ تتوقع حدوثه رح يصير فلان وقت، أو إنه متأكد غير متأكد من حدوثه، محتمل الحدوث، فشي رح يصير فلان يوم مو يمك الشغلة. فأنت ايش رح تقول هنا؟ وأحياناً هواية بكتابكم نعطي الساعة، ساعة حدوث الشيء، لأن هذا يدخل بمجال آخر بغير شرح. بس خلينا على قد كتاب الثالث، وترى طفت الكهرباء بس ما رح أوقف شرح لأن الصبورة واضحة. شوفوا يا if she stays at school، شانش قلنا على التنبؤ بالول، قلنا فاعل will أو will not زائد فعل مجرد. شوفوا يا هنا if she stays at school، إذا تبقى بالمدرسة she will get only pocket money، إذا تبقى بالمدرسة if بمضارع will بمصدر. نجي على الأمثلة التالية مهمة جدا. I have a lot of exams، عندي هواية امتحانات next week. I will لو I'm going to study hard، ما طول أنا عندي امتحانات هواية إذا لازم أدرس، مخطط أن أدرس. I'm going to study. اثنين I will لو I'm going to see a football match tomorrow with my friends، يعني أكو لعبة باكر وأني أريد أروح أشوفها ويا أصدقائي. كاتبت لك لاحظ شيء مخطط له اللي هو أريد مشاهدة المباراة مع أصدقائي. The match المباراة starts عبيش بالسبعة، هذا سؤال بكالوريا إجا قبل. من ذكر لك ساعة راح تقول will ما تختار going to، لأن المباراة مو تريد تبدي بالسبعة وإنما هي راح تبدي بالسبعة. أربعة، وطبعا هذا بيأكو حل آخر ما ذاكر لكم إياه هنا. I have to be at home at 10، أنا أريد أكون بالبيت فج بالعشرة، وإلا my father أتوقع أبوي شي يسوي يصير عصبي، be angry إذا أنا مو بالبيت بالعشرة. فإذا مو يريد يصير عصبي وإنما he will be angry، سيكون غاضب سيغضب مني. يجب أن أكون في المنزل، هاي ترجمة جملة جملة مسويت لك إياها بالملزمة. I will I'm going to wear a coat، لازم ألبس كوت، يعني كوت معطف. ليش؟ لأن أتوقع باردة بالليل. It will be cold in the evening، سيكون الجو بارد عند المساء. نجي على هذا الشرح اللي عندنا، نجي على تمارين الكتاب، تمارين النشاط. أول سؤال يقول read the questions and write answers. طلاب أنا منزلت لكم إياه كأجوبة، لكن خلي ببالك إنه هذا ما مطلوب للحفظ، غير مطلوب للحفظ هذا. إذا يعني تقدر تقرأ ترجمته قدامك. How does Layla feel about school؟ How do you know؟ شنو رأيك؟ شو تحسية تجاه المدرسة؟ شلون عرفت؟ طلابي كامتحان هذا ما مطلوب، ومع ذلك محلول على مود النشاط الصفي. الثاني أصلاً استماع كاسيت ولا تجي يمه، بس تعال شغلك كله للبكالوريا هو السؤال الثالث، كتاب النشاط يونت 6 لسن 2، سؤال الثالث مرشح وزاري. يقول اختار كمل الجمل التالية بالwill أو بالgoing to. دانيا take her exams، تمتحن when she is 16، من يصير عمرها 16 سنة تمتحن امتحانات نهائية. فهذا مو فشي هي تريد تسوي وإنما هذا النظام الموجود. فش قلنا دانا will، دانيا will take her exams، والترجمة قدامك.
وين شي زيتين من عمر هاي سنة 18 سنة شي تريد تسوي؟ شي أبلاي تقدم على الجامعة، هل هذا شي رح يكون رح يحدث لو هي تريد تسوي؟ إذن شي is going to apply to university. See, Dania get a holiday job in a vet clinic. شوف الترجمة، حتقضي عطلتها تتمرن بعيادة بيطري. فشرحت معنى هذا الشيء، هي تريده، هي دا تدرس البيطرة وتريد تقضي العطلة تتدرب بعيادة بيطري، لأنها تحب الحيوانات تريد تقضي العطلة تتدرب بعيادة بيطري. فتقول دانيا is going to get a holiday. عندك دي، she work with animals in her job. عملها راح يكون مع الحيوانات لأنها طبيب بيطري. She will work with animals. She to go to university. Go to university. Go to university معناها تذهب للجامعة. إذا راح نقول she is going to go to university. زين، اكتب أجوبة عن نفسك. هذا كل طالب يكتب بكيفه. رجع شنطك سؤال الخامس، يقول يعني غير مطلوب للبكالوريا الرابع. الخامس همينة بس نشاط صفي غير مطلوب، بس ناخذ فكرة عن إجابته. شو مخطط لمستقبلك؟ شو تريد تسوي؟ واحد من الطلاب مثلا على سبيل المثال، لأن كل طالب يكتب شكل هنا ما حد يحاسبه، وغير مطلوب للامتحان الوزاري ترى. I like English language لأن أحب اللغة الإنجليزية. I'm going to be an English teacher، رح أصير مدرس إنجليزي. I'm going to study hard، أدرس بجد. I have to get good marks، لازم أخذ درجات عالية حتى أدرس بالجامعة. To go to university، جواب باختصار. إذن طلابي هنا انتهى lesson 2، وراح نبدي شو نشوف هسه؟ راح نشوف شنو الشيء اللي قلتينا عليه ست من لسن 3. طلاب لسن 3 اللي هو what should I do؟ شفوي غير مطلوب للامتحان، قراءة اكو يكتبون بلوجات يعني على الفيس على الصفحات الاخرى تكتب مشكلتها وتجي انت تقراها ويجوز تعلق لها بنصيحة، فهي طالبة نصيحة تريد تكتبت عندها مشكلة رح نطلع عليها للمعاني. بس مثل ما قلت لك ما عندنا أي شيء مطلوب من lesson 3 غير بس معاني الكلمات. فهنا عندك منى زيتين عمرها 18 سنة. She has been worrying، هي قلقة. worry قلق. about what she's going to do، إيش راح تسوي after her exams بعد الامتحانات. next year some of her friends، بعض الأصدقاء are planning to go to college، بعضهم يردون يروحون إلى الكلية. and study further يعني يدرس أكثر يكمل دراسة. others are leaving school، رح يتركون المدرسة. and getting jobs، رح يبدون بالعمل. in shops أو offices، مكاتب محلات، يشتغل أي شغلة بدون شهادة جامعية في أي مكتب أو متجر. منى is confused، مرتبكة. confused يعني مرتبك. and cannot decide، لا تستطيع أن تقرر what's the best، شنو الأفضل for her. so she starts a blog، كتبت بلوج وراح تطلب النصيحة وهي أنا وجهها كلش حزين. زين، إذن طلابي هنا هذا كله غير مطلوب للامتحان التحريري، غير مطلوب حسب التوجيهات والكتب الرسمية. هذا بس معاني كلمات، ما مطلوب لا بإنشاء ولا بقطعة. قرين النشاط lesson 3 what should I do. أول شيء write your reply، اكتب رد لرسالة منى. أنت شنو رأيك منى شو تسوي؟ هاي منى، I think it's better to go to college and try to study business، يعني أفضل لك روحي جامعة ودرسي business وتقدرين ورا الظهور تشتغلين بأي مكان على مود تعوضين، لأن هي مشكلتها حتى مادية نوعا ما. you can find a good job in the afternoon، بعد الظهور تلقين شغلة. and your study will help you، وبعدين دراستك أيضا رح تساعدك بهذا المجال. إذا هذا كان غير مطلوب للامتحان. what is something you can make a decision about؟ What are the two choices؟ على شنو أنت مدى تقدر تقرر؟ شنو الشيء المدى تقدر تقرر بخصوصه؟ يعني حاير بفتشي ومدى تعرف إيش تختار؟ هنا كل طالب يكتب جواب بكيفه وخالت لك نموذج. سؤال الثاني write your problem in an online blog، اكتب مشكلتك. كتبت لك مشكلة، I'm Sally please help me، اللي رح يتذكر
كتاب الثاني متوسط مشكلة اللي تخاف تنام قبل الامتحان، حطيت لك إياها بلغة بسيطة جدا. هنا I always study hard, I like studying very much, but when I have an exam من عندي امتحان I can't sleep at night, ما أقدر أنام بالليل. والترجمة قدامك. إذا هنا انتهى lesson 2 و lesson 3 ونلتقي إن شاء الله مع lesson 4 في الدرس القادم. Thank you.